جوجو هي فين الزبالة؟ زبالة ايه؟ الزبالة اللي كانت في الباسكت في اوضتي. ما انتي عارفة ان الزبال بيجي كل يوم الصبح ياخدها. هو ده اللي تقصديه؟ شكرا يا شادي، معلش محتاجة أي حاجة أشتغل عليها. مالك؟ أنت كويس؟ لو حكيت لك مش هتصدقي. وحكى لها شادي عن كل حاجة، من أول الحقنة لحد موضوع الفلاشة، وكمان لما عرف إن أمه طلعت زعيمة عصابة دولية. فقلت أجي أشوف فريد، لأني حسيت ساعتها إني مش هشوفه تاني. بعد الشر عليك يا شادي. ما تقليش عليا، أنا هبقى كويس. أنت بس قومي اكتبي بقى بدل الرواية اللي ضاعت دي، وفين فريد عايز أشوفه؟ لبينا، شفتي يا بابي الجمال؟ اهو شفت شفت. ازيك يا مدام؟ الله يسلمك يا حبيبي. بس بقى بس هغير له واجي لك. يلا يلا بس، تعالى تعالى تعالى، هناكل ماما وهنغير وهنبقى حلوين خالص خالص خالص. كان وحشني قوي. ربنا يخليكوا لبعض. اضحكك، رضوى النهارده كانت بتقولي ايه؟ عايزين نعمل اكونت على بندر. ايه؟ ايه؟ بندر. انت عارفه؟ وش طبعا. اه طبعا، هو في حد ما يعرفوش؟ طب امال استغربت ليه لما بقول لك رضوى عايزين نعمل اكونت عليه؟ يعني مش حاسس انه مش لايق عليك يعني يا فرح. هو ايه اللي مش لايق عليا؟ مش لايق عليا اتعرف على ناس جديده؟ لا اقصد يعني ان انت شخص جد ومش بتاعت ابلكيشنز والكلام ده. شادي انت قصدك عشان بقيت ام وكده؟ حتى قبل ما تبقي ام وانت كده. وانا ايه بقى؟ وانا دقه قديمه ورومانسيه و لا والله مش قصدي، بس ايه الحكايه يعني؟ انت عايز تعرفي ناس جديده؟ ايوه طبعا عايز اتعرف على ناس جديده. ايه المشكله؟ انت عندك مشكله؟ لا طبعا. اه طبعا عنده مشكله، ومشكله كبيره قوي. مدير اعمالي الجديد يا ستي حد قريب مني جدا، حد فاهمني قوي، حد عايزه يكون جنبي على طول. مديرة أعمالي جديدة ماما صهير العنتبلي. يا عيني دي اتصدمت، ما طلعتش هي اللي هتبقى مديرة أعمال. مين؟ ماما؟ أيوة دي، ده معظم الفنانين بيعملوا كده، بيبقى مدير أعمالهم أخوهم مراتهم. أنا مختلف، أنا هتبقى ماما، ودي مش أول مرة على فكرة. في بداياتي ماما هي اللي كانت ماسكة لي كل أعمالي. وأنت بقى جايبني هنا عشان تقولي إن يور ماما هتغير لك؟ قصدي يعني هتدير لك أمورك؟ ايه ده، انا لازم اخد رايك في كل قراراتي. طب انا رايي انها ما تنفعش. ليه بتقولي كده؟ عشان يور ماما ست كبيره ومش هتعرف تتصرف. لا يبقى انت ما تعرفيش ماما بقى، دي عصب صغير العنتبلي، دي مدرسه. طب مبروك عليك المدرسه. يا لهوي على اللي بيتقال بعد الحركة دي. بس الحمد لله عدت على خير. اللي مش بخير خالص طارق، لسه حاسس بالذنب تجاه نهاد، وافتكر حاجات مهمة ما بينهم. في جديد؟ وده المكان اللي طارق ونهاد كانوا بيتقابلوا فيه ويقولوا لبعض كل حاجه عن القضيه وعن عاصي الغول. عندي معلومه ان ميريام هتقابل تاجر كبير، ودايما لما بيتقابلوا بيكونوا لوحدهم من غير حرس ولا سلاح. هذه فرصتنا الاخيره نقبضوا عليها. هيحصل امتى؟ هاد الليله. سيجاره؟
خليها معك سوفينير، ولما تقابلناش تاني طلعها وافتكرني. طارق ممكن نسألك سؤال؟ انت واثق فيا؟ بصراحة مش قوي يا نهاد. طارق انت لازم تثق فيا، وإلا مش هنعرف ننجح في اللي بنعمله اليوم. تتحمل المسؤولية لوحدك. انت بتسلميني يا نهاد؟ طارق طارق عندك خليها معك سوفينير، ولما تقابلناش تاني طلعها وافتكرني. فعلا ما تعرفش الإلهام ده ممكن يجي امتى ولا فين. عمره ابدا ما هينسى اللي حصل. ايه اللي حصل؟ ما تخافش شيري، انا كويسه، تعبت جدا بس فكان لازم اكلمك. طب والبيبيز كويسين؟ زي الفل، بس هي محتاجه ترتاح في السرير لمده اسبوع تقريبا، وبعد كده كل حاجه تبقى كويسه. انا كتبت لها على شويه مثبتات، يا ريت تاخدها بانتظام. ميرسي جدا يا دكتور. لازم حد يبقى معاكي، مش هينفع كده، لازم معاكي ممرضه طول الوقت. ما تقلقش يا شادي. بلاش ازاي بس يا نادين؟ بلاش موضوع الممرضة ده، أنا كويسة. لا لازم حد يبقى معاكي. أنا هكلمهم في المكتب أخليهم يحولوا كل المكالمات على أوضتك وأقعد أشتغل من هنا. عملت لك أكونت على بندر، بصي عليه. هبعت لك الباسورد دلوقتي. يخرب عقلك يا رضوى. طب يا فرح ما تبصي بصه وبعدين نرجع نكمل شغل. طب افتحي الابلكيشن كده بس وبصي بصه سريعه على السريع كده. اتنين واربعين ريكوست؟ لا كده لازم نبص عليهم من باب الذوق يعني.